من إدارة النادي العربي. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة. بالنيران الصديقة وأنا سب بنفسي في اللقطة الماضية. مصطفى عبدي يا رجل، هذه لو كانت في الجانب المقابل لما ارتقى، لما طار، لما سجل بهذه الكيفية. يا مصطفى مصطفى يا مصطفى يسجل فيها على طريقة الكبار، على طريقة المهاجمين الكبار، يطير ويسجل في مرمى فريقه عن طريق الخطأ كما حدث. راعي الذي يعود إلى أن يكون الحارس الأساسي منذ الموسم الماضي. كرة وإبعاد من أحمد إبراهيم، عادت محاولة. على طريقة الكبار، يا كبير يا لعيب يا فنان يا مبدع يا عالمي. فوق في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية وحدة هوبا. الله عليك يا ولد، الله عليك يا أكرم. هي على طريقة الكبار، نعم، لأنك أحدهم، على طريقة المبدعين لأنك مبدع، على طريقة الممتعين لأنك ممتع، وعلى طريقة العالميين والزعماء لأنك كرة ملعوبة في منطقة الجزاء خطيرة. الكرة الماضية أبعدت في المرة الأولى، مستمرة في المرة الثانية. جول جول يسجل ليصحح الخطأ. اللاعب مصطفى عبدي يضع الكرة في المرمى ليعلن عن تقليص الفارق، يقلص الفارق في اللقطة الماضية. هذه كرة مصطفى عبدي يسجل هدف، إذن تقليص الفارق ويمنح العربي رصاصة لا والله، لا والله، بل هي قبلة الحياة، يمنح العربي قبلة الحياة. الله يا أبو عبدي، يسجل مصطفى ولا مسعود بغداد. بغداد ولد الجزائر ابن المحاربين يسجل الهدف الثالث. هذه الكرة في زاوية، ومسعود زراعي بخبرة السنين كلها في زاوية. هدف ثالث يأتي لمصلحة السد الآن من علامة الجزاء، والعلامة الكاملة لكرة لمصلحة الزعيم السداوي الآن. محاولة في الجهات اليمنى، عرضية تأتي خطيرة رأسية، الكرة في المرمى، هدف رابع بغداد مرة أخرى. بغداد مرة أخرى، سلام على بغداد، لكن تلك في العراق، وهذا هنا يسجل، يضع الكرة في المرمى ويصنع الفارق الآن وبشكل كبير جدا. على بغداد بالتخصص الجلاد الأول، هذه الكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية. لا 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 لا، أبدا أبدا، تصرف مصطفى عبدي في اللقطة الماضية دليل على عدم ثقة، وبالتالي أنا من وجهة نظري يجب على مدرب الفريق العرباوي أن يخرج مصطفى عبدي في اللحظات القليلة القادمة. هدف آخر يأتي لمصلحة، يعود المحاولة في اللقطة الماضية في منطقة الجزاء. سوبر يا ولد، عالمي يا ولد، سوبر. هاتريك يأتي لبغداد منجح، هاتريك في الجولة الأولى، هاتريك في الجولة الثانية، والجولة القادمة السد راح يلعب مع مين؟ الله يعينك يا الجاي، الله يعينك يا الجاي. الجولة القادمة السد مع الغرافة، هاتريك في مباراتين متتاليتين. الله عليك يا بغداد، مزيان يا بغداد، لا والله لنت فوق الزين. التقدم يأتي، التوغل إلى منطقة الجزاء، العرضية السادس. قلت لكم سوبر 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 سوبر، يسجل، يضع الهدف السادس والرابع شخصيا. سوبر هاتريك لبغداد منجاح، الهدف السابع في هذا الموسم.
الهدف السابع في هذا الموسم. يا الله، بغداد يقدر يريح من اليوم لنهاية القسم الأول، راح يكون في صدارة الهدافين صدقوني. استثنى يوسف العربي وبغداد راح ينهي القسم الأول من مباراة اليوم في صدارة الهدافين. الله يا أكرم، الله يا أكرم، أسيست آخر يأتي من أكرم عفيف، والكرة بعد ذلك في المرمى، والوضعية بهدف سادس من خلال اللقطة الماضية. يسجل ويضع الكرة في المرمى بغداد. الآن إلى الآن إلى الآن إلى الآن، هذه السبعة، والسبعة ندري عنها ندري عنها، مش ممكن. لا 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 لا، ألف بسم الله عليك، ألف ما شاء الله عليك، خمسة وخمسة في عين اللي ما يصلي على النبي. هدف خامس عن طريق بغداد، سابع لمصلحة الزعيم. مباراة لن تبرح ذاكرة بنجاح، وكذلك بالنسبة لعبدي لن تبرح ذاكرة مصطفى عبدي. لا لا، السبعة ندري متى، السبعة ندري متى، السبعة في الموسم قبل الماضي، والسبعة هيجا هاتريك. ما أدري والله شو يسموه الخمسة، هذا السادس. هذا السادس، أنا أفكر بماذا يمكن أن يطلق على من يسجل خمسة. الآن ما الذي ممكن أن نطلقه على من يسجل ستة في مباراة واحدة؟ دوختنا يا بغداد، عذبتنا يا بغداد، لعوزتنا يا بغداد، بهدلتنا يا بغداد. هذا لسان حال العرباوية هنا مرة أخرى، الصناعة من أكرم عفيف. الله 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 الله، بغداد وجد الممول الحقيقي، وجد الممول الحقيقي اليوم. بالراحة بالراحة، أكرم صنع أربعة أهداف، أذكر مباراة في الموسم الماضي للتاسع، فرصة للتاسع. أكرم الآن، أكرم يسجل، يسجل الآن أكرم، لا يحتفل. برافو برافو برافو، هذا احترام للنادي، هذا احترام للنادي العربي. أكرم لا يحتفل بعد تسجيله الهدف التاسع، ويكتفي ويتحدث بالإشارة إلى بغداد منجح. لكن شوف الصناعة في اللقطة الماضية، شوف الصناعة في اللقطة الماضية، ومسعود يأتي الهدف التاسع، يأتي الهدف التاسع. خلاص كفاية، حرام حرام حرام. في اللقطة الماضية أكرم يسجل رابع أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم في منطقة الجزاء، محاولة مرور وتقدم، كرة فيها تسديد، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم. ما الذي يمكن بأن نسميه سبعة أهداف في مباراة واحدة؟ لا هي هاتريك ولا سوبر ولا ميجا ولا دوبل، ما الذي يمكن أن نطلق على لقب هدف بسبعة أو سبعة أهداف في المباراة الواحدة؟ ما أدري أنا شو ممكن يسوي. ما شرق هاتريك للاعب بغداد منجح، هذا شرق هاتريك لبغداد منجح، سبعة في مباراة واحدة، عشرة في مباراتين، 16 هدف في